الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من إين بوكس على شاشة صدى البلد 2. النهاردة معانا حاجات كتيرة جدا فنية بامتياز ومتميزة جدا جدا. قبل ما نتكلم معاكم عن مواضيع فقراتنا أرحب الأول بأصدقائي وأصحابي فاروق وعامر. ازيك يا مراد؟ ازيك يا فاروق؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ 100 100 الحمد لله تمام. أخبارك أنت إيه؟ تمام؟ الحمد لله. ازيك يا عمورة؟ أنا الحمد لله كويس. يا عامر ازيك؟ ازيك يا نوران؟ بقالك كتير ما عملتهاش. الحركة بتاعتك دايما. ايوه يو 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 الحمد لله. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب؟ هقول لكم كمان شوية. ماشي هنعرف كمان شوية. هقول لكم بس هقول لكم شوية. عندنا ايه بقى النهاردة؟ عندنا النهاردة بقى يا جماعة فنان مميز جدا بيعمل من الخردة شوية خردة عادي من الحاجات اللي احنا بنرميها دي بيعمل تحف فنية. الله. يعني تلاقي مثلا حصان بشكل جميل جدا او برج ايفل او الكلام ده وتلاقيه معمول من شويه خرده انت اساسا الخرده دي انت ما بتستخدمهاش يمكن بترميها كمان في الباسكت بتاع الزباله والحاجات دي. فازاي ان هو قدر ان هو يجي له الفكره يحول الخرده دي لحاجه فنيه قويه؟ يعني حتى في تمثال عامله لنفرتيتي علشان يحيي الحضاره هو بيسبورت الحضاره بيحب التاريخ والحاجات دي. وعامل حصان. عامل حصان عامل صقر. انا هسأله في الفقره بتاعتي عشان الصقر ده مجنني بصراحه والله. طبعا هيكون معانا فنان جامد جدا حسام حسين في الفقره الاخيره ان شاء الله. حلوه جدا الفقره دي على فكره. انت عندنا ايه كمان؟ عندنا كمان عيش صح. ما نخليش في النوران بقى. ما نخليش في النوران حاجه النهارده. انا قدمت لكم تقديمه حلوه ورحبت بيكم يعني. سلمت على فاروق. عندنا يا جماعه النهارده زي ما عامل قال من شويه على اليمين قاعد على اليمين شويه ان النهارده يا جماعه يعني كل سنه وانتم طيبين. فهو ما قالش بمناسبه ايه المفروض النهارده يعني الاحتفال باليوم العالمي للصداقه ده اللي المفروض اقرته الامم المتحده سنه 2011 وبالاخص في 30 من يوليو ان النهارده اليوم العالمي للصداقه وللاصحاب بقى. اي حد بقى عنده موقف جدع مع صاحبه اي حد عنده موقف مش جدع وموقف الا شويتين مع صاحبه برضه يقول لنا ويكلمنا في فقره تانية ان شاء الله. وبرضه لو واحده صاحبتك جدع كلمينا ولو واحده صاحبتك مش جدع قول لنا ليه مش جدع برضه كلمينا وقول لنا. دي هتكون ان شاء الله من خلال الفقره الثانيه اللي معانا. انما دلوقتي معانا ايه بقى؟ احنا معانا بقى النهارده او دلوقتي يعني معانا حاجه لطيفه جدا. أوه. يمكن انا لسه ما اتكلمتش. ما انا هبقول بقى انا بساعدك قوي. هو جاهز معاكي على طول. وجميله جدا. عايزين نتكلم. الله. لا تصدق فعلا فكره حلوه؟ والله عجبتني. انا كنت اساسا يعني انا الفقره دي منتظرها جدا. والله لا حلو. قول يا نوران. هتكلم ولا هتعملوا كده تاني؟ اصل النهارده يوم الشباب ومش قادرين برضو نخليه يبقى يوم عادي كده. والله لا قول خلاص ما تقولش. يلا. طيب. يعني كتر خيركم والله يا شباب. مش هتعرفي بس. طيب. يعني او هنسى والله انا هقول ايه. لا احنا معانا كل بقالي فتره بشوف انه في شباب كتيره قوي فنانين يمكن بيحولوا الحاجات البسيطه اللي عندهم لقطعه فنيه ممكن تكون انا يتهيألي ان انا خلاص هرميها او مش هستخدمها تاني لكن لا ممكن اعيد استخدامها تاني بعد ما اجملها واخلي شكلها حلو قوي. ده بيظهر اكتر في الادوات او الحاجات اللي احنا بنستخدمها زي مثلا الشنط الجزم ممكن ساعات الهدوم الجينز البنطلونات الجواكت بيبقى فيه رسم في ناس بترسم على الشنط على الجزم منها انه انا مرميش الحاجات اللي عندي واستفيد بيها وفي نفس الوقت ابين فني واعمل مشروع بشكل مختلف بشكل مختلف. الموضوع قوي بقى ان الناس دلوقتي بتحب تعمل الحاجات البسيطة بنفسها صح. انت واخد بالك يعني يمكن الموضوع في الاول بيبدأ بهواية وبعد الهواية بيعجبوا الموضوع ويلاقي الناس عجبهم الحاجات وعايزين زيها فبيبدأ ان الموضوع يبقى يقلب لبزنس لمشروع. وكمان عجبني فكرة ان هما الالوان طبعا الفترة دي الالوان المترقعة هي اللي سايدة الموضة الموضة فتلاقي واحد جايب تيشرت عادي لسه جديد بس هو عايز فيه حركة تلاقيهم جايب الالوان وعامل ورسم على تيشرت مثلا ابيض تيشرت ابيض اي تيشرت ممكن يرسم على الوان بالوان تليق معاه تديله شكل مختلف ويبقى هو معاه قطع مميزه مش اي حد لابس زيها. هو ده يا عامر بيحصل يعني في اغلبيه الاوقات ممكن للقطع الجديده انما برضو الاحلى والاجمل لما يكون عندك بقى ايه تيشرت مثلا انت قديم عندك بقاله فتره فانت ممكن بقى تستغله بشكل مختلف تعمل مش عارف ايه فيه حركه شكلها عامل ازاي حتى لو الناس بتحب اللي هي الحاجات الستايل اللي هي ممكن اللي فيها تقطيع شويه برضو نفس الكلام ممكن الناس تعجبها وناس لا كلها ابتكارات وافكار جديده ومختلفه. البنطلونات نفس الكلام برضو تعمل مش عارف عليه ايه واللي يفكر يعمل نقط فيه بشكل معين ازاي
واللي يرسم على التيشيرت بتاعه واللي يعمل قميص ومش عارف حركه وفيها رسمه وفيها خطوط، كلها ابتكارات وكلها حاجات مختلفه بتبين قد ايه احنا فنانين. كل لا كل ايوه فنانين. كل واحد بيبقى فعلا عبق التاريخ، عبق التاريخ. كل واحد بيبقى امسكوها لي بقى. كل واحد فينا بيبقى ليه فعلا التاتش بتاعه هو بيحبه. بالزبط. ممكن الناس ما تحبوش بس انا حابب ده فانا بعمله علشان انا ابقى مبسوط، وفي ناس اكيد حواليا بيعجبهم الحاجات دي. شكلها حلو. عشان كده معانا تقرير دلوقتي مع ياسمين النبوي بتتكلم بقى عن كل التفاصيل، ازاي بترسم على الشنط، ازاي بترسم على الشوزات، ازاي بتعمل الالوان، ازاي بتعمل الحاجات الحلوه، الماتيريال اللي بتستخدمها، كل حاجه مع ياسمين النبوي. تعالوا نخش التقرير ونرجع تاني. بدايتي مع العمل اليدوي بدأت من 2018، وبدأت في الأول بحاجات بسيطة عندي، أجرب أنا أرسم في الأول على الجزم عندي، على الشنط، بحيث مثلاً حاجة طلعت كويسة أخد رأي الناس حواليا. وبعدين الحمد لله لما الحاجة اتشافت بدأت أن أنا أخد أوردرز بقى، اللي هو الله دي حاجة حلوة، طب ممكن تعمل لنا الرسمة دي، ممكن تعمل لنا ده. فبس الموضوع بدأ من هنا الحمد لله. أنا يعني خرجت واشتغلت في مجالي، وبعد كده بعد الدورة كان بيكون عندي شوية وقت فراغ كده، فبدأت أتعلم الكروشيه، وبدأت أستخدمه في أن أنا أشتغل بيه في بخيط الكليم وأعمل بشونات ومثلا حاجات بالخيوط العادية، ونعمل شونات ونستخدم الكروشيه في مجالات مختلفة. بالنسبة للمنتجات يعني طبعا في الأول الشغل بتاعنا معتمد أن احنا بنطلع البرودكت كله جاهز من عندنا. لو الكاستمر بقى بيبقى مثلا عنده حاجة يعني اتبهدلت حبة شوية، عايز يغير من شكلها، زهق منها، سواء طبعا جزمة أو شنطة تي شيرت أي حاجة قماش عامة تمتص اللون، بناخدها من الكاستمرز وبنسألهم مثلا عايزين يعملوا عليها ديزاين ايه، بنظبط لهم الديزاين بس على مقاس الحاجة اللي قدامنا، وبعدين بنعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. يعني الديتيلز في التصميم هي اللي يعني بتفرق معانا في كمية الألوان المستخدمة، الجهد اللي بنحطه في الجزمة، الوقت برضو، عدد الأيام، يعني ياما بتخلص مفيش حاجة خالص تخلص في يوم، بتاخد كذا يوم. فبس هو ده طبعا اللي بيحدد معانا السعر. هي الناس طبعا بتبعت على الجروب مسج بالأشكال اللي هم عاوزينها والمقاسات وكده، وبنتفق معهم على كل حاجة. وبيبقى في شركة شحن بتيجي تستلم مننا الحاجة وتوصلها لهم لحد البيت. واحنا طبعا بالاول حاجه عملنا جروب على الفيسبوك عشان احنا لما نعمل برودكت نقدر نسوقه عليه، دي كانت اول حاجه بدأناها. بس وكل واحد يعني مثلا ياسمين بتعمل حاجات مختلفه عن انا بعملها، وانا بعمل كروشيه وهي بتعمل الرسم، واحنا الاثنين نزلنا البرودكت بتاعتنا على الجروب. وبعد كده بعد ما الجروب بدا يكبر شويه عملنا بيج كمان، وبدانا نكبر الموضوع شويه بشويه لحد ما احنا وصلنا دلوقتي. بدانا ان شاء الله بحاجه زي الفاستل جينز بالنسبه للبنات يعني، فمعانا اوردر لحاجه زي كده ان شاء الله ينزل قريب، وهنبدا برضو بالجاكيتس الجينز كلها. عامه الحاجات الدينمز يعني الرسم بيبقى عليها كويس، وبعدين ان شاء الله لما الموضوع يتطور ممكن نبدا بتي شيرتس، نجرب برضو في الحاجات دي. فالحاجه بتاعتنا كلها بتتغسل غسيل يدوي وبتنشف قدام مروحه عاديه خالص، في خلال ساعتين ثلاثه بتكون ناشفه. بعد 5 سنين ان شاء الله بنحلم يعني ان احنا يكون عندنا فرع باسم كوكونات بوتيك، ونكون بنعرض فيه جزم وشنط، وان شاء الله نبقى بنرسم على بنطلونات وفيستات وجواكت وكل حاجه، واي حاجه الكاستمر يكون محتاجها ان احنا نقدر نوفرها له. انا مهتميه اكتر حاجه بان الشغل بتاعنا ينتشر في كل حته، بحيث ان لما حد يشوف يقول ايه ده، الله دي حلوه، جبتها من فين، كوكونات بوتيك، طب التعامل بتاعهم عامل ازاي، التوصيل بيبقى في الوقت ولا لا. يعني بمعنى صح انا ببني ثقه في الاول مع العميل اللي بيجي يطلب مننا الحاجه، وخصوصا ان انا عندي فرايتي من البرودكتس عامه، يعني مش انا لوحدي اللي شغاله، جهد جماعي. فعايزة كل الكاستمرز تبقى واثقة لما تيجي تطلب مننا ايا كان البرودكت انه هيطلع حلو، والتعامل محترم، التوصيل كويس، وكل حاجة. فده الى حد ما اللي انا يعني بحاول اهتم بيه دلوقتي. انا يا جماعة عايز المينيونز والله بجد. يا ياسمينة يعني بجد برافو عليكي جدا جدا، قد ايه بتبتكر حاجات مختلفة وحاجات احنا اصلا بنحبها ككبار، واكيد طبعا الصغيرين هيموتوا فيها، واكيد طبعا كمان البنات يعني بالنسبة لهم الحاجات دي يعني بتجننهم طبعا، يعني طبعاً. الاشكال الكرتونية بقى اللي احنا كلها بنحبها والكلام ده كله، هتلاقيهم كلهم بيرسموا باربي بقى والحاجات اللي هي خلي بالكم دايما اغلبية الحاجات دي دايما بتطبع، يعني الاغلبية دايما بيجيب صورة ويطبعها على التي شيرت او على الشوز، على مثلا على الحذاء او الشوز يعني، او على الشنطة.
فتبقى اسهل شويه. انما اللي بتعمله ياسمين او ياسمينه انا شايف ده قمه الصعوبه. لا اصل هي بتعرف ترسم كويس، هي عندها الموهبه. يعني انا لو كنت بعرف ارسم مثلا لا كنت هقعد اعمل حاجات كتير قوي على هدوم ساده، شنط، جزم زي ياسمينه كده. على فكره الرسم سهل، تقدري تعلمي نفسك بجد؟ بجد والله. لا يعني عشان يطلع مظبوط ممكن اروح لحد زي ياسمين كده، ممكن هو اللي يعمل لي الرسم ده، بس فكره ان انا استخدم حاجات قديمه واعيد استخدامها تاني بشكل مختلف دي بصراحه قمه الفن والموهبه. وممكن من الحاجات دي زي ما طلع مع ياسمينه كده انه بقى مشروع بالنسبه لها يدخل لها دخل كويس جدا، والشباب يقدر يشتغل من البيت، يعني مش محتاج ان هي اكتر من ان هي تعمل بالزبط. الموهبه اللي عندها وتجيب حاجات قديمه وتعيد استخدامها. انا بالنسبه لي عندي حاجات كتيره قوي الاول كنت ما بستخدمهاش، دلوقتي لا بقيت استخدمها. ممكن جينز مثلا قدم شويه اقصه شويه واعمله شورت مثلا، جاكيت جينز حاسه ان انا ما بقيتش البسه او زهقت منه ممكن اجيب شريط ملون واقوم ملزقاه عليه او مخيطاه عليه ويبقى شكله جديد. في هاكس كتيره بتبقى على الانترنت بتعلمك ازاي تقدر تستخدم كل الحاجات دي بنفسك انت، مش محتاج حد يساعدك. بالظبط. انا شايف ان الهاكس دي الحاجات اللي هي بتبقى على الانترنت يا جماعه انا شايف الناس كتير جدا بتتجه للموضوع دلوقتي، الموضوع اللي هو بتاع ان هم يرسموا على حاجتهم والكلام ده، بيحسوا ان هو لبسهم وليكن تيشرت انا بحبه بس حسيت ان هو متهالك شويه، بدا يقدم شويه، غيرت فيه، رسمت عليه بنطلون نفس الموضوع، شوز، كل الحاجات دي بينفع ان احنا نلعب فيها نغير من شكلها، بدل ما ارميها وتبقى اترمت لا انا ممكن ان انا استخدمها تاني ويبقى شكلها احلى ويمكن تبقى اجمد من الحاجات الجديده اللي انا ممكن اشتريها. بس معانا دلوقتي يا جماعه حاجه يعني فقره مهمه جدا بعنوان هنقول احنا طيب بعنوان كنت عايز اقول بعنوان ايه؟ بعنوان ايه؟ الصحاب يلا مش لا هو لا هو ممكن يتقال مفيش صاحب بيتصاحب ولا يعني دي ممكن تبقى الطف شويه ولا في صاحب بيتصاحب؟ لا مفيش صاحب بيتصاحب والصحاب يلا مش جدعان يعني برضه انت برضه وصلنا على الكلام ده. ايوه مالكوش دعوه بروح عادي. بص يا جماعه اليوم العالمي للصداقه الحلوه، انه احنا نحتفل مع بعض كل واحد يقول لصاحبه او لصاحبته كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيب، ويا ريت تتصلوا بينا وتقولوا لنا ايه المواقف الجدعه اللي قابلتوها من صحابكم وايه المواقف الوحشه برضو اللي قابلتوها. احنا اكيد واحنا عايشين بنشوف انت عايز ايه. على فكره طيب طول احنا عايشين بنقابل ناس كويسه وبنقابل ناس وحشه. أيوة اكيد يعني بس كده ما ينفعش نقول ما فيش صاحب بيتصاحب طول الوقت. لا 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 بس هو دخل بافيه يعني هو عايز يعمل حركه تافهه يعني انا بتكلم علشان هو الاغاني دي اللي فعلا منتشره. انت الفرق قلبك اسود الفتره اللي فاتت دي الاغاني اللي منتشره كلها عايم في بحر الغدر الصحاب يلا بس مش بقى يلا انت عايش جوه مهرجانات انت أيوة ايه مش أيوة ممكن هي الحاجات دي اللي منتشره الفتره بص دي يا جماعه. ومع ذلك بما اننا بنتكلم عن الصداقه واليوم العالمي للصداقه هو حالك النهارده ما هيكلي حد انا قطعت صحابي قبل ما ادخل لا طب تيجي نشوف اسماء تقول عن الصداقه يلا بينا يا اسماء سمسمه ازيك ازيك عامله ايه؟ انا كويسه انت اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه وانت طيبه يا حبيبتي كل سنه وانت طيبين البرنامج كله طيب ان شاء الله. ربنا يسلمك. قولي لي بقى يعني عيطتي على اصحابك النهارده اليوم العالمي للصداقه؟ اليوم العالمي فعلا للصداقه بصراحه انا لسه ما عيطتش على حد لحد دلوقتي ما حدش عايد عليا. عايزين اتفاجئتي النهارده. عايزين ناخد الموضوع من جانب تاني يا اسماء. انت نعم؟ شايفه ان انت عايزين ناخد الموضوع من حته تانية. انت عندك اصحاب جدعان؟ اكيد طبعا جدعان قوي قوي. طب ايه اكتر المواقف اللي بتعجبك منهم؟ اني وقت ما اكون محتاج لهم الاقيهم رافعين سماعه التليفون بيسالوا عليا، وقت ما اكون تعبانه بيجي يطمن عليا. موقف جدع يعني معنا الصحاب من ايام اولى ابتدائي. يعني انت محظوظه باصحابك؟ اكيد طبعا الحمد لله ونعمه. يا طب انا هسالك سؤال تجاوبي بصراحه، انت كنت عارفه ان النهارده اليوم العالمي للصداقه ولا اتفاجئتي؟ ابدا ابدا انا لسه انت عاملينها لي فاجئناكي. انا ما كنتش اعرف اصلا فاجئناكي ولا احنا والله ما كنت اعرف انا لسه بجيب البرنامج لقيتكم بتقولوا كل سنه طيبين النهارده اليوم العالمي للصداقه. احنا خلي بقى اصحابك يكلمونا بالظبط وسلمي على كل اصحابك وقولي لهم كل سنه وانتم طيبين والنهارده يوم الصداقه العالمي لازم كلنا نحتفل باليوم ده. انا هعملها لهم مفاجاه وهخليهم يتفرجوا على البرنامج دلوقتي بس عشان يرنوا عليا. يلا بينا بقى. نورتنا جدا يا اسماء. شكرا جدا ليك يا اسماء. طيب يعني هو في ناس جدعان واصحاب صحابهم. بصوا يا جماعه الصحاب انواع. ماشي في صحاب اللي هما بنصاحبهم من واحنا صغيرين خالص اللي هما العشره اللي هو العشره اللي احنا اتربينا مع بعض من واحنا صغيرين وفيهم اللي بيقع في السكه ده اللي هو انت عارف ان هو ده خلاص ما بقاش صاحبك عشان بيحصل مواقف وحاجات بيبين لك ان ده مش صاحب جدع وفي اللي بيبقوا مكملين معاك دول اللي بالنسبه لي انا هم دول الصحاب الجدعان وفي نوع تاني اللي هو انت بتكسبه مثلا ممكن من سنه سنتين ثلاثه اتعرفت عليه قريب
والمواقف هي اللي بينت لك ان هو قد ايه هو جدع. انت واخد بالك؟ هل هو حد كير عليك؟ هل هو اتحطيت في موقف فلقيته واقف جنبك في الفرح بقى وفي الحزن؟ عشان في ناس ما بتظهرش غير في الفرح بس، وفي ناس بتظهر في الحزن والفرح الاثنين مع بعض. الصاحب الجدع اللي بيظهر في الحالتين، في المواقف، مش لما مش لما تبقى انت مبسوط وفرح يبقى واقف وبيهزر معاك وزي الفل وجميل، ولما تبقى في حاجه مثلا نوعك صحيه تعب اي حاجه تلاقيه اختفى. انت عارف يا عامر انا بقول ايه، انه دايما مش لازم اقيس الصداقه بالعمر او بالسنين. يعني ممكن تبقى معايا واحده صاحبتي او صديق ليا من وانا صغيره بس ما يبقاش جدع، وفي كده يعني في ناس جدع بس ممكن ما يبقاش فيه جدع، زي ما اعرف حد من سنه او سنتين ولما يبقى عندي مشكله او وقت الشده الاقيه فعلا وقف جنبي وفي ظهري. فهي ما بتتقاسش ابدا بعدد السنين، على قد ما بتتقاس بالشخص ده معدنه من جوه عامل ازاي، هو انسان اصيل وصاحب صاحبه ولا لا. هي المواقف الحزينه او مواقف الفرح دايما بتبين لك معاد الناس بشكل اخص يعني. صح. طيب. والازمات كمان بالظبط كده. كان من يومين فاتوا كده كان ظهرت صوره على السوشيال ميديا لشاب كان موجود في المستشفى اسمه احمد. الشاب ده يعني ربنا يقومه بالف سلامه، كان عمل حادثه، بس الصوره لفتت انتباه كل الناس ان هو قاعد في المستشفى وحواليه اصحابه زي ما انتم شايفين كده. يعني واحد صاحبه على ايده الشمال تعبان خالص ورايح في النوم من قمه التعب، واثنين اصحاب نايمين على الكنبه عشان خاطر صاحبهم يعني اللي تعبان على السرير ده وهم مش قادرين كمان، فلحد ما هم الثلاثه ناموا وكمان المريض وهو اصلا يعني نايم وتعبان كمان، اللي بيصورهم في الصوره اكيد برضو زيهم وتعبان. هنا بقى الموقف نفسه اللي شد الناس ان في اصحاب واقفين جنب صاحبهم في عز ازمته. صح. وهم كمان تعبانين بس معاه مش سايبينه. ودي الحاجه اللي احنا بنقول يا جماعه عليها دلوقتي، يعني يا ريت يبقى في اصحاب بالشكل ده وجدعان بالطريقه دي. وهي دي نوعيه الاصحاب اللي احنا عايزينها على فكره. بالزبط. يعني هي دي نوعيه الاصحاب اللي احنا محتاجينها الفتره الحاليه، مش نوعيه الاصحاب بتوع المصالح، مش نوعيه الاصحاب بتاع الحاجه واجري ما اشوفكش تاني، مش اصحاب مختلفين اللي احنا يعني نعرفهم بتوع زمان اللي هي الحاجات اللي هي ملهاش معاني يعني دلوقتي اللي مش عايز اتكلم عليها بشكل مفصل. طيب احنا دلوقتي معانا بقى صاحب احمد اللي هو المريض يعني اللي موجود معاه في المستشفى، وهو عمر عبد الناصر يحكي لنا بقى القصه دي، وكمان هم اصحاب بقالهم قد ايه. يا عمر اهلا وسهلا. اهلا بيكم. ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ بخير كله تمام. انا في البدايه بعتذر بس ان بس عن احمد، هو كان تعبان فالمفروض هو اللي يقوم دلوقتي بالمداخله، فما قدرش ان هو يتكلم لانه الادويه ألف سلامة بتنيمه شويه. مبدئيا يا عمر الف سلامه على احمد وربنا يقومه بالف سلامه يا رب. تاني حاجة يعني احنا بنحييكوا بجد على صورة زي دي ومشاعر الصادقة، انه انتوا قاعدين جنب صاحبكوا في المستشفى، نايمين جنبه قاعدين جنبه، والصورة دي يمكن هي لفتت نظر ناس كتيرة جدا في السوشيال ميديا، انه عشان يمكن الصداقة دلوقتي بقى شيء قليل قوي ان حد يحافظ عليه او يعرف قيمته. ممكن تحكي لنا بقى شوية انتوا عملتوا ايه وقاعدين ازاي مع احمد وايه اللي حصل؟ طيب احكي لنا الكواليس يعني كده. هو ممكن ما تبقاش الصداقه هي حاجه قليله الواحد، لان اكبر واجب عن الصداقه ان الواحد يقف جنب صاحبه، فدي مش حاجه قليله. ممكن احنا ممكن تبقى في وقت الاوقات بيبقى اختيارنا غلط، بس يعني احنا ممكن نبقى محظوظين ان احنا قدرنا ان احنا نوثق ده، او كنا من سعداء الحظ ان الموضوع انتشر بالشكل ده. الصداقه معاني كبيره قوي، ممكن الناس ما عرفتش تصدقها. هو اللي حصل في ان احمد كان يوم الثلاث كنا كالعادي يعني احنا بنسهر مع بعض نلعب بلاي ستيشن، فبعد ما خلصنا يومنا هو مروح، فعمل حادثه في طريق بيته من المسافه اللي كنا قاعدين فيها اللي هو مروح بيته. كنا لسه سايبين بعض فلقيته بيكلمني، انا عملت حادثه على محور المشير طنطاوي تجمع، فوصلت له لقيت طبعا كان حالته لسه مخرجين من العربيه، عنده كسر في الفخذ وكسر تحت الكتف وكان فتح كبير قوي في راسه. بلاش فيه ان شاء الله. فالاسعاف جت نقلته والحمد لله، يعني عمل عملية قبل، يعني الصورة دي كانت الصورة اللي قبل يوم العملية على طول. هو جرت العادة طبعا ان احنا كاصحاب بنبقى دايما مع بعض في الحلوة وفي الوحشة، حلوة والمرة زي ما بيقولوا كده. عمر بالظبط. عمر انتوا اصحاب بقالكوا قد ايه؟ احنا اصحاب جامعة بقالنا 6 سنين اعرفه من 7. يعني مش من 20 سنة ومن 15 سنة والكلام ده؟ لا 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 طبعا. العمر ملوش دعوه بالصداقه، هي المواقف هي اللي بتثبت صح صاحبك ده هو القريب منك ولا لا.
بالظبط. اه طيب. عايزين اولا نشكركم على الصوره الجميله اللي انتوا عاملينها والرساله اللي انتوا اكيد وصلتوها لشباب كتير جدا. الشكر للناس كلها اللي دعت لاحمد. ربنا يشفيه. اتوقع ان حجم الناس ده كلها الاستفاده اللي احنا استفدناها ان حجم الناس دي كلها دعت لاحمد بالشفاء، فربنا يجعله في ميزان حسناتهم ويقوم بالسلامه. انا كنت عايز اسالك بس يا عمر قبل ما نقفل برضو، هل انت كنت متوقع ان الصوره تنتشر الانتشار ده على السوشيال ميديا؟ ورد فعل احمد كان ايه لما شاف الانتشار والحاجات دي؟ لا خالص. بص، احنا كنا قاعدين في اليوم ده، فانا احنا المفروض بنناوب عليه يعني حد اللي يبقى صاحي عشان لو احتاج حاجه. فكان زمايلي الاثنين الموجودين في الصوره هو محمد مبارك واحمد محسن كانوا نايمين مع احمد، فانا كنت لسه صاحي، حطيت الموبايل فوق الشاشه بتاعت الخاصه بالاوضه، قلت ان هو يصور كده تايم لابس كل وقت. فخدت الصوره ونزلتها. طبعا ما كنتش متوقع خالص ان ياخد الحجم بالظبط اللي حصل من الصوره ده كله، يعني كنت متوقع ان هو على مستوى دايرتنا القليله جدا الناس تقدر تشوفها. فطبعا الموضوع غير متوقع خالص يعني. يا عمر يعني تحياتنا ليك انت واصحابك كلهم، وكمان يعني بلغ لاحمد قول له الف سلامه عليك وان شاء الله يقوم بالسلامه ويكلمنا باذن الله ان شاء الله لما يقوم كده بالسلامه. ان شاء الله يا عمر. ميرسي جدا متشكر ليكم ومتشكر لكل الشباب. نورتنا يا عمر، شكرا جدا ليك. موقف بالصدفه راح في حته تانية خالص، يعني ناس بيتصوروا مع صاحبهم التعبان علشان خاطر يعني يشدوا شويه من اجله ويقوم بالسلامه، يعني يشجعوا له يدعوا له الكلام ده. راحت في سكه تانية خالص، والناس خدت الصوره دي حطتها في حته الصداقه وحته الصحوبيه والجدعنه والكلام ده كله. ده نموذج. عارف ليه يا فاروق؟ عشان الصوره زي دي لما تنتشر يمكن لو كان من زمان قوي عادي هتعدي على اي حد لانه ده الطبيعي. لكن دلوقتي انتشرت عشان الناس مفهوم الصداقه الحقيقي ما بقتش الناس بتستوعبه قوي ولا فاهماه قوي. الاصحاب اللي هو ايه، احنا ننزل ونتبسط مع بعض وكل واحد ليه مصلحه مع التاني. لما انت تبقى عيان او تسيب شغلك او يحصل لك ازمه في حياتك محدش يسال عليك، محدش يفكر يرفع سماعه التليفون ويقول لك ايه انت عامل ايه، طب نساعدك، طب نعمل لك. كانت في مره اعلان انا شفته فكره ان واحد عنده انترفيو، هم كلهم قدموا في شركه، الوحيد اللي اتقبل واحد صاحبهم، هم كانوا خمسه، هم عملوا ايه عشان يحسسوهم ان هم واحد؟ لبسوا بدل زيه وراحوا له البيت وخدوه وراحوا معاه اول يوم شغل. فهي الفكره في ان الصحاب مش ابدا بالعمر ولا بالسنين، لا طبعا. الصحاب بالمواقف والازمات. طب انا عايز اعرف حاجه بقى، مين اجدع صحابك اللي قابلتهم في حياتك؟ طبعا مش هتعرف تقولهم كلهم ففي ناس ممكن يعني الناس اللي انت مش هتقولهم اكيد مش هيتضايقوا، بس مين اقرب الناس ليك اللي انت من زمان واللي انت كسبتهم في حياتك قريب؟ انا عندي، بص انا عندي اصحاب كتير جدا وعندي معارف كتير جدا جدا جدا، بس يمكن الناس قريبه مني قوي قليلين قوي مش كتير. انا مش من النوع اللي بفتح دايما الحياه يعني لكل الناس، بس ممكن احنا اصحاب يعني. ممكن عندي اصحاب، ممكن عندي معارف، ومفيش من بيني وبينهم مشاكل على فكره، في كل الاحترام والود ودنيا لطيفه جدا، وانا موجود في اي وقت معاهم. مين اقربهم ليك؟ انا عندي اقربهم ليا، عندي اتنين. مين؟ عندي عندي اربعه. لا عندي في اربعه، مش عايز اقول اسماء عشان محدش يزعل. لا ما لا ما دول اقرب لهم، اقرب الاقربين. هو عندي واحد قريب جدا ليا وهو اكيد عارف نفسه يعني. ايوه ما تقول الاسم يا عم. لا هو حبيبي جدا وهم كلهم اصحابي، مش عايز حد. انت مين اقرب الناس ليك يا نوران؟ انا من زمان طبعا اصحابي بتوع المدرسه قريبين مني جدا، بس اصحابي بتوع الجامعه دلوقتي هم اللي ممكن بقابلهم وبشوفهم ونخرج مع بعض كتير. والله وانا ماشيه، طول ما انا ماشيه بقابل ناس اللي هو لا ممكن اكون عارفاها بس من سنه، بس تبقى جدعه جدا 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 معايا. يمكن كان في موقف واحده صاحبتي حصلت لي يعني تعبت شويه وغبت شويه ان انا ما سالتش عليها، بس للاسف الموقف كان مضاد جدا. كانت من اقرب الناس ليا، ولا اكتشفت ان هي مش ولا وقفت جنبي ولا فكرت تسال عليا. بيعلم قوي الموضوع. بيعلم جدا جدا جدا، مع ان احنا كنا تقريبا اخوات. لكن الصحاب انا بالنسبه لي الدايره بتاعتي برده قليله شويه، ما بثقش في كل الناس، لازم يكون ناس كلوز جدا 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 ليا، وطبعا اخواتي وقرايبي هم دول اكتر ناس ان انا اقدر ابقى قريبه منهم جدا. عامر بقى مش هقول لك اسماء برضه. تمام براحتك. انا عامر. بالنسبه لي اصحابي اللي هم من وانا صغير دول اللي احنا اتربينا مع بعض، موجودين لسه زي ما انتوا موجودين. طبعا اتفلتروا بقى هم يعني كام حد، يعني مثلا محمد الدريني مثلا ده صاحبي، هو عايش في اسكندريه دلوقتي. سلام صاحبي حبيبي. سلام لمحمد الدريني. معتز محي الدين طبعا، معتز بيه دلوقتي. تمام ماشي بقى، خلاص هو في حياته وكل حاجه. يمكن ما بنتقابلش كتير، سلم عليهم بس صحاب. ما هم خلاص هم اكيد لو هم متابعين اكيد بيبقوا شايفين. في ناس كسبتهم في الحياه ده طبيعي. في ابراهيم الصايم طبعا متربيين مع بعض.
في علاء الحامض. علاء الحامض ده احنا اصحاب اصحاب من زمان. من لا مش من زمان قوي، يمكن اتعرفنا على بعض من 3 سنين ولا حاجه في الجيم، وما كانش في علاقه كتير مع بعض، بس فجاه لقيته اتحطيت في موقف يعني جدع جدا. انا يا عامر انت عندك واقف في ظهري جدا وعايز يساعدني يعني عندك صحاب كتير قوي تقدر تثق فيهم، ولا انت عندك واحد او اثنين بس اللي تقدر تثق فيهم جدا؟ لا ما عنديش صحاب كتير، وما بثقش في اي حد اصلا. يعني مش اي حد بثق فيه بسهوله خالص. معلش معانا منال على التليفون. يا منال الو. منال ازيك؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. احكي لنا بقى يا منال. اتفضلي. انا بشوف ان احنا بالاصدقاء بنعدي باي حاجه بطريقه اسهل. بيساعدونا بالذات لما يبقى البني ادم واصحاب كويسين، بحس ان هم بيخلوا الاوقات الصعبه اسهل بكتير. في صداقه بالنسبه لي. طب انت عندك اصحاب دلوقتي من وانت صغيره ولا اكتسبتيهم قريب؟ لا عندي ده وعندي ده، وواحده من الناس المحظوظين يعني اللي قابلتهم زمان، الناس بعدي معاهم السده زي ما بيقولوا، واللي قابلتهم في البيت برضه كنت لاقي ان انا اقابل ناس كويسه، وحاسه ان انا في حاجات في حياتي كثيره كانت يعني عدت عليا صعبه ما عديت يعني ما بقتش سهله غير بالاصدقاء. منال يعني ممكن اعرف منك مفهوم الصداقه انت شايفاه ازاي او فاهماه ازاي؟ كلمة صديق، حد ماشي معاكي في الطريق بتاعك، بتضحكوا مع بعض، بتعيطوا مع بعض، بتزعلوا مع بعض، شيء جميل بحسه حاجة حلوة ان البني ادم يبقى محظوظ ومعه اصدقاء حلوين يمشوا معاه طريق. طيب حصل معاكي موقف ان انت كان في حد من اقرب الاصدقاء ليكي اللي انت كنت بتثقي فيه جدا وبتحبيه جدا والكلام ده، وفجأة طلع مش صديق ولا جدع وندل وعمل معاكي حاجه مش كويسه؟ لا لا مش من اصدقاء، يعني في ناس عملت كده كتير بس مش اصدقاء. مش اصدقاء بالعادي؟ لا ما كانوش هيتسموا اصدقاء، احنا قلنا الاصدقاء هو الشخص اللي ماشي معاك طريقه في الحلو والمر. فلو هو ستاندرد يبقى ما كانش صديق من الاول، بس انا لا يعني ممكن يكون حصل مش من اصدقاء. بس من اصدقاء لا. شكراً جداً ليك، نورتينا جداً يا منال. طيب احنا معانا تليفون كمان من شاكر. يا شاكر ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. طيب يا شاكر، كل اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ تمام. قول لنا بقى انت النهارده مين اللي معاك؟ انا ليا اصحاب كتير جدا 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 يعني، بس انا عندي اثنين بس مقربين. يعني الاثنين دول لو انا عندي ايه ممكن في الثانيه يبقى جنبي. ايوه. وانا كمان نفس الموضوع، يمكن الاثنين دول منهم هم يعني الصحاب واحد، والاثنين دول هم ثلاثة اخوات بس هم الثلاثة اكلهم واحد. حلو ده. يعني هم الثلاثة شغالين في مجال معين كرجال اعمال، بس الثلاثة دول واحد. يعني فاهم قصدي؟ متربي معاهم اصحابك من زمان ولا من قريب؟ لا اصحابي من 20 سنة. من 20 سنة. جدعان يعني. 20 سنة. جدعان ايه؟ بقول لك ما فيش، اكني بكلم ناس. الاسكندريه جدعان برضه يا شاكر. لا على فكره الاثنين صحابي دول، واحد ناس من القاهره والتانيين من المنيا. بجد والله؟ عادي يعني. كويس والله. لا 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 وليا اصحاب في اسوان، وليا اصحاب في مالهاش دعوه في بالبلد. مالهاش دعوه بالبلد. على فكره الصداقه لما بتكون صداقه قويه انسى 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 يعني ما تفكرش. فالواحد فعلا الحمد لله ان هو عنده صحاب، يعني من احسن الحاجات اللي انا بتمتع فيها في حياتي الحمد لله. انا عندي صحاب. طب شاكر خليني اسالك بقى. لا شاكر للاسف كلمه مره ثانيه يا شاكر. طيب نعمه الصحاب، الصداقه نعمه من عند ربنا. وفعلا البني ادم يكون محظوظ جدا جدا لما يكون عنده ناس يعني من اصحابه جدعان، ناس رجاله عنده، ناس فعلا بتشيله في وقت الازمات، ناس مش بتتخلى عنه في اغلبيه الاوقات، ناس بتعرف امتى تبقى موجوده، امتى تسد، امتى تقف معاك بشكل ايجابي. صح. اغلبيه الصحاب بتوع اليمين دول كده اللي هي الحاجات اللي هي القشره دي انا ما بحبهاش، اللي هي تحس ايه الكلام اكتر من الافعال. بس خلي بالك ده بقى المطلق يعني بنسبه كبيره جدا. انت فاهم؟
هو ده اللي بقى موجود علشان الناس كلها اولا الحياه بقت سريعه يمكن صحابنا اللي هم صحابنا قوي ما بنلحقش نتكلم ونخرج زي زمان كله مشغول في حياته كل واحد مشغول في حياته مش بقى هو يتشغل فنزعل وانا اتشغل هو يزعل بالعكس انا عارف مقدر قد ايه هو مشغول وهو عارف انا مقدر قد ايه انا مشغول ففي نفس الوقت لما اول ما بنفضى بنتكلم ونتقابل ونشوف بعض انه فكره انه ممكن انت تتشغل قوي في شغلك وصاحبك اللي هو يزعل منك ويبقى متضايق قوي فيقول لك ايه انت ترجع تكلمه فيقول لك لا ما انت ما بتسالش عليا ما انت ما بتكلمنيش بيبقى دايما في عتاب ولوم ده عتاب احباب لا مش كده اللي هي بتبقى لا بيبقى في ناس بيبقى في لوم واعتاب لو انا غبت طب اسال عليا يمكن انا عندي مشكله او انا تعبان صح ولا لا مش لما حد بيجيب صاحبه بيسال عليه النقطه اللي بتكلم فيها انه دايما بيبقى الشخص اللي قدامه الصداقه بتبان من هنا هو غاب ليه هو اختفى ليه اكيد في حاجه انا عايز اطمن عليه لكن هو ما بيسالش فلما انت تكلمه تقول له انا عندي مشاكل معلش فيفضل يلوم عليك ويعاتبك ويقول لك لا انت غلطان في حين انه لو هو عكسنا الموقف والشخص ده هو اللي عنده الازمه ماشي وما سالش عليك فانت لما تيجي تتكلم انت مش هتعاتبه بالعكس انت هتعرف هو عنده ايه المشكله وهو مش هيبقى متقبل منك العتاب ده يعني قصدي انه الناس ما بتقبلش النقد مع ان هم بيعملوا نفس الموقف ده عامه احنا لو جينا نتكلم عن الصداقه والصحاب احنا ممكن نعمل 15 حلقه ونفضل نتكلم كتير بالظبط بس انا كنت لما بدات بالصحاب يلا والحاجات اللي انا قلتها دي علشان انا ضد جدا الاغاني اللي بتتعمل دلوقتي علشان هي دي بتحرض وبترسخ في 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 دماغ الشباب والجيل اللي طالع كله ان مفيش صحاب مفيش صاحب يتصاحب وفي الكلام ده لا الصحاب موجودين وعايشين حوالينا والجدعان موجودين وبنقابلهم كل يوم في حياتنا للاسف فقرتنا خلصت فهنطلع فاصل بس لا قبل الفاصل بس قول لي لو عندك صاحب جدع ما تفرطش فيه طبعا. لو عندك صاحبه جدع ما تفرطيش فيها وبعد كده اختاروا اصحابكم بالظبط يعني يعني خلوا بالكم انتوا بتختاروا اصحابكم او تحاولوا تختاروا اصحابكم بالظبط زي ما نور قالت طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيبقى معانا حسام حسين فنان من الدرجه الرفيعه بقى اللي هي يعني حاجه جامده جدا نطلع فاصل ونرجع تاني مع بعض يلا بينا يا جماعة يعني للفن أشكال وأنواع وألوان كتيرة جدا ومختلفة ويمكن للفن حاجات احنا عارفينها وظاهريا كده واضحالنا يعني إنما لما يكون عندك حاجات قديمة عندك شوية خردوات شوية خردة أيا كان الحاجات اللي انت ممكن ما بتستخدمهاش وتعمل منها فن هي دي بقى قمة العبقرية بالنسبة لي عشان كده النهاردة معنا فنان بقى من نوع مختلف ومن طراز مختلف تماما تماما وهو الأستاذ حسام حسين قدر ان هو يصمم مجموعة مختلفة وهائلة جدا جدا من التماثيل والاشكال المختلفة هنعرف بقى صممها ازاي وعملها ازاي منه اكتر لكن في البداية برحب بيك يا استاذ حسام وكل اهل الزقازيق اهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك الحمد لله تمام تمام ازيك يا استاذ حسام منورنا ربنا يبارك في سيادتك فعلا منورنا وحلوة قوي الحاجات اللي انت طبعا انت جايب جزء صغير دلوقتي بس الحاجات تحفة اساسا ربنا يبارك في ذوقك يعني يا استاذ حسام احنا شفنا التماثيل ومش عارفين نعبر عن قد ايه الابداع والفن اللي فيها لانه لو الناس خدت بالها من تفاصيل كل تمثال هتلاقي انه هي فعلا خرده تمام منين جت لحضرتك فكره ان تستخدم الخرده في تكوين تمثال او راس نفرتيتي بالجمال ده والله هو الفن النحت بالخرده هو فن موجود طبعا زرت متاحف ومعارض كتير في مصر شفت السابقين ليا عملوا ايه وحبيت يبقى ليا لمسه لمستي هي احياء التراث انا عندي شغف وحب كبير جدا للفن الفرعوني وكل ما هو مصري يعني انا احب الشخصيه المصريه واحب اكد عليها جدا فده كان ظاهر في بعض اعمالي زي مثلا الحاجات اللي موجوده وزي في القط الفرعوني ما جبتوش وعملت الشخصيه الصعيديه برضو دي كانت خارجه عن اطار الفن الفرعوني بس هو انا بهتم بكل ما هو شخصيه مصريه بالظبط هويتنا المصريه احنا عندنا تراث احنا نحسد عليه تراث وتاريخ مصر جميل يمكن ده بان من لما كنا بسألك قبل الهوا وفاروق بيقول لك
انت ازاي عملت البالانس ان هي نفرتيتي الراس تبقى موجوده وما تقعش ولا يمين ولا شمال، وانت قايل ايه؟ مش انا جدي، مش انا جدي. بقول لك جد حضرتك كان بيعمل الحاجات دي، قلت لي لا الفراعنه بالظبط، ان هم جدودنا هم اللي عملوا البالانس ده وهم اللي عملوا الحلاوه والشكل ده، فانت قدرت بعد كده ان انت تشكله بالشكل الجميل ده. تمام. بس يمكن الفتره اللي فاتت كان بيظهر اللي هي الحاجات اللي بالخرده دي، اللي هي الخردوات، اللي هو البايكس، اللي هي الحاجات الصغيره بالظبط. فن تجميعي فن تجميعي بيجمع قطع من الخرده ان يطلع بيها شكل موتوسيكل، عربيه، بالظبط، حد بيعزف، حد بيعمل الحاجات دي. يمكن موجوده عند اغلبنا في البيوت او في المكاتب والكلام ده، بس بتبقى حاجات صغيره جدا. يعني انا مش عارف حضرتك مثلا ده يعني تمثال زي ده بالحلاوه والجمال بتاعه والتفاصيل الصغيره، لان يمكن الناس مش هياخدوا بالهم من التفاصيل، ان السماويل كتير جدا وجنزير وورد وحاجات كتير قوي. ده خد من حضرتك وقت قد ايه عشان تعمله اصلا؟ دوت خد 4 شهور بالظبط. 4 شهور؟ 4 شهور. طب حضرتك بتقولي اتعمل ازاي؟ لازم يبقى فيه جزئين، جزء موهبه النحت او دراسه النحت، وجزء مهاره استخدام مكنه اللحام. فالجمع بين الاثنين دول وسلسهم المخيله او اللي انا اقدر انفذها هو اللي بيطلع لي العمل. يعني انت بتبقى راسم الاول الرسمه في خيالك، ولا بتبقى راسمها قدامك علشان تبقى متخيلها، ولا بيبقى عندك تمثال صغير وانت بتعمل عليه حاجه كبيره؟ اشكال اشكال، بمعنى ان الاشكال اللي هي بتبقى من وحي او من تراثنا اللي هي الفن الفرعوني، بيبقى معايا صوره القطعه الفنيه نفسها زي نفرتيتي مثلا. معايا ليها اكتر من صوره، صوره جانبيه، فيس، اكتر من زاويه يعني. اكتر من زاويه بالظبط. فدي مش بحتاج ان انا اعمل لها تصميم، يبقى الصوره نفسها موجوده. انما حاجه زي الصعيدي ديت، انا بعمل، انا بفكر بالطين، بالنحت. بعمل اسكيز صغير بالطين، بفكر بيه، بعد ما بخلص التصميم ببتدي انفذه بالحديد الخردي. تنفيذ الحاجات دي متهيألي مش سهل خالص، وكمان تجميع الـ 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 المكونات بتاعت اي تمثال من التماثيل دي، انا شايف ان برضه ليها مجهود تاني خالص. حضرتك بتستخدم يعني ايه المواد اللي بتستخدمها؟ انا شايف في جنزير وصموله، وزي ما عامل اكام من شويه، يعني خامات مختلفة. خامات مختلفة، بالظبط. يعني هو ظهر الخامات المختلفة أكتر في حورس. هتبص تلاقي قطع من عدد مقاسات، مفتاح أنبوبة، هتلاقي قفل بايظ، هتلاقي من بعيد. يا جماعة بص، من بعيد مش باينة، يعني الصورة من بعيد واضح إن هي حلوة جدا، بس هو فيها هنا مثلا التروس، في هنا في تروس، الجزء اللي هو اللي فوق في مفاتيح، ده جزء من النجفة، ده جزء من النجفة. وانت غير الجنازير طبعا، غير الصواميل، ده قفل، في هنا قفل، ده اللي هو المفتاح، في هنا مفتاح انبوبه زي والحاجات اللي هي بيفتحوا بيه الانبوبه والكلام ده، مفتاح انجليزي بالظبط. انا كنت عايز اسال بقى على المنقار بتاع حورس. بتاع حورس يعني كل الحاجات انا عرفتها، التروس والحاجات تمام، ده اتعمل ازاي؟ وطبعا عشان اقرب جدا من الشكل الفرعوني الاصلي، فكان لازم يبقى في مناطق جيدة النحت أو تبقى تفاصيلها كويسة جدا. فدي قطعة من الصاج بستخدم أسلوب الطرق. الطرق دوت بيبقى أدوات بيطرق عليها من الأمام ومن الخلف، زي السمكري بتاع العربية. يستعدل جزء من العربية. بالظبط، بشكل الحديد عن طريق الطرق. وبعد ما بكمل الطرق بلحمها في الشكل بتاعي. طبعا بيبقى فيه المقاس، النسب، وضعها بالنسبه للبورتريه فوق تحت، اللي هي موهبه النحت نفسها. طيب استاذ حسام، واحده واحده كده اتفضل، عشان انا منبهره يعني. ربنا يبارك فيك. تمثال مثلا زي راس، احنا معانا صور على الشاشه اهو دلوقتي، ده حورس، ده حورس معانا على الهواء. تمثال مثلا زي راس نفرتيتي، حضرتك كام قطعه خرده استخدمتها؟ تمام. وبتحصل على الخرده دي منين؟ يعني بتشتريها ازاي؟ مصدرها ايه؟ واول تمثال عملته، انا حابه اعرف اول تمثال حضرتك عملته كان ايه؟ طيب، كم قطعه لحام او كم جزء خردة لحام في نفرتيتي؟ ما قدرتش طبعا عدها بالظبط، بس تقريبيا، لان انا مثلا جايب صواميل، فانا حسبتها تقديريا 6000 قطعه. 6000 قطعة ب 6000 بنطة لحام. بجيب الخردة منين؟ طبعا في الخردة ديت الحديد يعاد تدويره. ففي بتبقى شوادر بتجمع الحديد دوت علشان توديه
مصانع إعادة التدوير. فالشوادر دي أنا بروح بنقي بنفسي. يعني أنا بقعد فترة بقنع الراجل أنا عايز إيه اللي بيبيع، ففي الآخر ما بيقتنعش فبيزعق مني بيقول لي طب خش بقى إيه الشادر بتاعك. بالظبط. عندكم هناك أماكن للشوادر؟ يعني عندكم كل مكان يعني إحنا عندنا الوكالة عندنا الشوادر اللي هي بتاعت الأسواق اللي هي سوري سيدة عيشة، أماكن مختلفة يعني هتلاقيها دايما كده كل أسبوع ليها يوم. بالظبط. عندكم عندنا لا مش كل يوم، عندنا شوادر مستمرة. يعني الشادر ده عبارة عن مكان زي هانجر زي أرض فضاء بيجمع فيه الخردة، قطع غيار عربيات مستهلكة، قطع موتوسيكلات، عدد صاج، أيا كان اللي هم الناس بتوع الروبابيكيا اللي بيعدوا في الشارع بياخدوا الحديد، فالكلام ده كله بيتجمع في الشادر وأنا بروح أختار القطعة اللي تناسبني. الحاجات دي بتتباع بقى بأسعار غالية ولا بتبقى أسعار متوسطة؟ ما لا اللي هو الخردة اللي انت بتشتريها تعمل بيها الحاجات دي. تمام. بتتباع بأسعار ايه؟ هي زي بورصة زي سعر الذهب، ليه بورصة يومية، النحاس ليه بورصة، الحديد نفس الحكاية. الكيلو بيتراوح من 5 لـ7 جنيه. تشتري بالكيلو؟ بشتري بالكيلو. انت نصيبك بقى. بس بأمانة في حاجات انا بشتريها جديدة، يعني الصواميل مثلا اشتريها جديدة. وفي هنا يعني اكيد برضو المفاتيح دي برضو اكيد كان لا دي مستهلكه فعلا، كلها مستهلكه. مستهلكه. في حاجات شكلها جديد في الحاجات. ما جاوبتنيش على اول تمثال. اول تمثال انا شغال او حبيت او تخصصت في الخرده اكتر من حوالي 6 سنين. بس عمري الفني 22 سنه بعد التخرج الحمد لله، دفعت 97. اول قطعه عملتها وعملت رواج كبير جدا واعجاب ما شاء الله زي اللي حصل لنفرتيتي كان حصان الشرقيه. احنا محافظه الشرقيه الرمز بتاعها الحصان. فعملت حصان بارتفاع 4 متر بخامه الخرده. يا نهار ابيض، 4 متر. معانا الصوره يا جماعه؟ معانا. انا يا ريت. ده عملتها في قد ايه دي؟ تخيل انه اقل عمل رائع. رائع. 4 متر في 4 متر 20. ده اخذت منك وقت قد ايه دي؟ شهر. تخيل. يعني العمل لما كل ما يكبر كل ما وقته بقى اسهل. ليه بقى؟ انا عندي ان انا اسيطر على قطعه الخرده. في المساحه الكبيره بيبقى اسهل. لما بجيب قطعه صغيره خرده واحطها في منطقه صغيره في تمثال صغير، هي بتقدر تتغلب عليها اكتر. او الصعوبه بتبقى اكتر، كل ما كبر التمثال الصعوبه تبقى اقل. طب لو حضرتك دلوقتي جيت تعمل نفس التمثال تاني هتعمله زيه ولا هتعمله بطريقه تانيه وليك خيال تاني ليه؟ والله احتمال كبير جدا يبقى احلى بكتير جدا. اكيد. لان ده كان سنه 14. ما كانش اول عمل ظهر للنور، كان في تجارب قبلي. من سنه 14 لحد دلوقتي انا المهارة الحمد لله التقنية اليدوية زادت أكتر. ما شاء الله. فأعتقد أن أنا لو عملته تاني هيطلع أحسن كمان إن شاء الله. طيب يعني أستاذ حسام، التماثيل الجميلة دي بيبقى مصيرها إيه في الآخر؟ حضرتك بتعرضها في معرض، بتبيعها، ولا بتقتنيها فقط؟ حاليا أنا بشارك في معارض جماعية، ومهتم جدا ان انا اعمل معرض خاص. بجمع دلوقتي الاعمال اللي انا بنتجها، بعينها لحد ما توصل عدد معين انها تملى قاعه عرض واعمل معرض خاص ان شاء الله. استاذ حسام، الحاجات دي عليها اقبال؟ يعني دايما بنشوف مثلا المعارض اللي بتتعمل للوحات الفنون التشكيليه دايما عليها ممكن ناس بتحب الفن، نوع ده من انواع الفنون. النحت نفس الكلام، اللي هو النحت الطيني زي ما احنا بنقول كده، حضرتك بتشكل بيه برضه. ده برضه ممكن ليه ناس والناس تستهواه. والانتيكات، فده بيندرج تحت اي نوع من انواع الفنون؟ فن احنا كنا بنسميه فن ما بعد الحداثة، ده التاريخ بتاعه. بس هنسميه فن للنحت، او فن استخدام الخردة الحديدية في النحت. من ناحية الرواج بتاعه، اثناء المشاركة في المعارض بيحصل اقبال رهيب جدا، اعجاب، ثناء عالي جدا. السوشيال ميديا شيء تاريخي بيحصل لي الحمد لله، من ما شاء الله. في الحصان بتاع الشرقيه من سنه 14 وفي نيفرتيتي. من ناحيه الاقتناءات لسه شويه، ممكن يكون السوق مش مليان قوي من يعني لسه الناس ما عرفتش قوي فن النحت بالخرده كمتذوقين، انما بيتذوقوه، انما كاقتناء لسه شويه. احنا مش عايزين طبعا نحرق سر فنك قوي. لا براحتك خالص. بس يعني يمكن الناس اللي بتفهم او عارفين الصمويل بتبقى شكلها عامل ازاي، احنا لو حطيناهم جنب بعض هيعملوا
زي حائط، زي حاجه تمام مستقيمه. تمام. انت عامل صمويل وبطريقه يعني في بومبي وفي تحس ان العين مرسومه، المناخير مرسومه، البق نفس الموضوع، ازاي عملت ده؟ هقول لك سر بقى. في كذا تقنيه لاسلوب العمل، طبعا المخيله البعد الثالث اللي هي بتبقى عند النحات دي اساسي. فانا ساعات وانا شغال بعمل حاجه انا بسميها اوتار، ان انا بحط شاسيه احنا بنسميه كراكاز، بس انا بحطه كراكاز خارجي. الكراكاز في النحت الطينه بيبقى داخلي جوه التمثال. فانا بعمل زي فريم اوتلاين للشكل خارجي. وبلحم من جوه، يعني بيبقى زي دليل بالنسبه لي ان انا احط الصاموله فين. فبيبقى الوتر ده او الخط اللاين ده بدل ما يبقى خط لاين على ورقه، لا ده بيبقى سلك مجسم. برص وراه الصواميل وبلحم من الخلف. وبيجي عندي منطقه لحام تقفيل دي، ببقى ببذل كل مجهودي انها ما تبانش، يبقى الصواميل كلها لحام من الخلف. ده اسلوب. اسلوب تاني، في مناطق الطين الصلصال انا بحط فيه الصموله والحم من الناحيه الثانيه. يعني سر عشان حضرتك نورتنا، ربنا يبارك. فنان من نوع خاص مميز جدا، وانا اتشرفت بوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا لك استاذ حسام حسين، شكرا جدا وحضرتك تستحق يكون موجود معانا النهارده. ربنا يبارك في حضرتك، وان شاء الله قريب لما يبقى في معرض لازم حضرتك بقى يعني تقول لنا. ليا شرف، ان شاء الله ليا شرف. احنا كده فقرتنا خلصت، بعد الفاصل هيبقى معانا فقره عيش صح، استنونا.